نعم، ربنا علينا إن إحنا طبعا في الجو الحار أو بنعرق وبنخرج المية الزيادة، يعني طبعا في عملية البول والأملاح الزيادة، وكل ده طبعا بيسمى بعملية الإخراج. طبعا عملية الإخراج موجودة في الإنسان وفي جميع الحيوانات المختلفة. طيب، وفي السمك، هل في السمك في إخراج بنفس الطريقة بنفس الميكانيزم الموجود في الإنسان وفي الحيوانات الأخرى، ولا بيختلف نظرا طبعا لوجوده في المية، وإن هو طبعا هيخرج إزاي وهو أصلا في المية؟ طب هيطلع المية ولا هيعمل إيه؟ طب هو موجود في مية أصلا مالحة، طب إيه اللي هيحصل في المية المالحة؟ عملية الإخراج هتتم إزاي؟ وهل جهاز الإخراج في الأسماك بيشبه جهاز الإخراج في الإنسان ولا في اختلاف؟ وقبل بداية الحلقة بتاعتنا، يا ريت لو كنت أول مرة تتابعني تعمل سبسكرايب وتنشر الفيديو لتعم الفائدة، ويلا بينا نشاهد حلقتنا النهاردة. حلقتنا النهاردة عن الإخراج في الأسماك. طبعا الأسماك بتعيش في المياه المالحة والمياه العذبة والبلاك شوتر، فهل في اختلاف في عملية الإخراج ما بين أنواع الأسماك المختلفة؟ وإيه هي عملية الإخراج أو جهاز الإخراج في الأسماك؟ طبعا الإخراج في الأسماك هو عبارة عن التحكم في الأسموزية وفي حجم الدم، وطبعا السوائل اللي بتكون موجودة في الخلايا. فبيقوم جهاز الإخراج بعملية إيه؟ بعملية طبعا التحكم في الفضلات الموجودة طبعا، منها النيتروجين، والحفاظ على محتوى الدم من الماء، لأن زي ما عارفين إن الدم فيه نسبة معينة بيكون مية، وباقي طبعا الأملاح والمعادن المختلفة بيكون لها نسبة. زي ما عارفين الدم هو اللي بيقوم بتوصيل الغذاء وطبعا والأكسجين ونقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون من وإلى الجسم كله، فبالتالي بيحافظ على نسب المعادن ونسب المياه، يبقى في توازن في المياه في داخل الجسم. فجهاز الإخراج هو اللي بيحافظ على التوازن، وبيحافظ أيضا على البي اتش بتاعة الدم بحيث إنها تكون متعادلة، وبالتالي بتكون وظيفة جهاز الإخراج هو الإخراج الزائد عن حاجة الجسم. وطبعا زي ما شايفين قدامنا بيكون طبعا عندي طبعا أثناء عملية الطعام بيكون في الكربوهيدرات والبروتين والنيوكليك أسيد، وطبعا المخرجات بتاعتهم هنا ثاني أكسيد الكربون والماء في الكربوهيدرات، والبروتين بيكون الأمينو أسيد وبينتج عنه النيتروجين في صورة طبعا مجموعة النيتريت، وطبعا نيوكليك أسيد أيضا النيتروجين باوند برضه بينتج عنه هنا ذرة النيتروجين في مجموعة النيتريت. فبالتالي بيكون النيتروجين بتختلف من نوع من الحيوانات إلى آخر. يعني في الأسماك النيتروجين بتطلع في صورة الأمونيا، وفي الثدييات بتخرج في صورة اليوريا، وفي الطيور بتخرج في صورة اليوريك أسيد. فبالتالي بتكون عملية الإخراج هي خروج النيتروجين، وطبعا معاها بيكون عدد من الأملاح الأخرى والمية الزائدة عن حاجة الجسم، بتخرج عن طريق طبعا فتحة البول. زي ما شايفين بيتكون عندنا هنا الجهاز اكسريشن ان فيشز، طبعا بيتكون من الكدني اساسا، الكدني واليوريترس واللي هو الحالبين،
والرينالي برادر اللي هي المثانة، والريجينيتال اوبريتور اللي هو طبعا فتحة البول. وزي ما عارفين ان فتحة البول تكون متصلة ايضا بالفتحة التناسلية. والكدني زي ما شايفينها بتكون موجودة او لازقة في العمود الفقري، وبتتكون من هيد كدني والترانك او الجزء العلوي والجزء اللي هو الترانك الجزء السفلي. وطبعا الكلية بتتكون من عدد كبير من الأنابيب اللي بتسمى النفرون، ممكن تصل من 100 إلى 1000 أنبوبة اللي هو بتكون وحدة بناء الكدني. تنقسم الكدني في الأسماك العظمية إلى 5 أنواع. طبعا بيكون النوع الأول هو عبارة عن بيكون الكدني جزء واحد، بتكون ديفيوزد يعني مندمجة مع بعض، الاتنين بيكونوا مندمجين مع بعض زي ما شايفين قدامنا، ورقم 2 بيكون في انفصال في الجزء بتاع الهيد ولكن متصلين في الترانك. في رقم 3 بيكون الهيد والترانك منفصلين ولكن في جزء في الترانك متصل. رقم 4 بيكون في جزء بسيط في الترانك في الآخر متصل. ورقم 5 بيكون الكليتين منفصلين تماما. وطبعا بيكون في اختلاف بين الأسماك المالحة والأسماك المياه العذبة الفريش، ففي بعض الأنواع بتكون في الفريش بيكونوا 3 أنواع هما الأكثر انتشارا للكلية. الريجيتال سيستم طبعا في الميل والفيميل بيتكون زي ما شايفين قدامنا، طبعا عارفين ان الجهاز التناسلي بيكون مندمج مع الجهاز الإخراجي، وبيتكونوا متصلين في الفتحة التناسلية في الميل، ولكن في الفيميل بيكون الفتحة التناسلية منفصلة، ولا في طبعا بعض أنواع الأسماك. طبعا بيتكون زي ما شايفين قدامنا من الكدني واليوريترس والرينال بلادر، وطبعا بيكون الأوفري متصلة بهم، متصلة بالجزء اللورنجيتال أو في الفتحة التناسلية. تركيب الكدني زي ما عارفين الكدني زي ما قلنا إن هي عبارة عن عدد من الأنابيب، والأنابيب بتكون بتسمى النفرون. النفرون هو وحدة البناء الخاصة بالكلية. النفرون بيتكون طبعا بيكون متصل بالنفرون هو الشرايين، بحيث إن زي ما عارفين إن الشرايين هي اللي بيكون داخلها الدم، فبيتم نقل الدم إلى النفرونات لعملية التنقية. فبتدخل بيتكون عندي في طبعا جزئين أو عدد من الأنابيب. الأنابيب دي زي ما قلنا بتتكون من جزئين اللي هو الملجن بادي وبيسموه البومانز كابسول، وده طبعا والرينال طبعا تبيولز اليورينري تبيول. طبعا هنا بيبتدي زي ما شايفين اللي هو بيكون في البومانز كابسول، ده عبارة عن زي شكل الكأس، وبيكون في جزئين اللي هو البروكسل سيجمنت، وبيكون عبارة عن أجزاء زي أنبوبة وبتتصل في الآخر بالكوليكتنج داكت. زي ما شايفين هنا قدامنا طبعا بالتفصيل شكل النفرون، وهنا قطاع زي ما شايفين قدامنا ده قطاع في نسيج للكدني، وبنشوف هنا بالشكل الحقيقي ازاي شكل هنا البومانز كابسول وهي شكل الكأس قدامنا، وبيكون شكل الدكت ازاي، وشكل البروكسيمال تيوب بيكون عبارة عن ثقب، لأن طبعا بيبقى ده عبارة عن قطاع في النسيج بتاع الكدني. ده شكل النفرون هنا زي ما شايفين هنا الرينال كابسول اللي هو طبعا شكل زي ما شايفين هنا البومنز
كابسول ده عبارة عن شكل الكاس. طبعا هنا في الرقبة وفي البروكسيل سيجمنت، وطبعا بيبتدي في الآخر يوصل للكولكتنج تيوب. ده توضيح أكتر لمنطقة الرينال كابسول. طبعا هنا أهم حاجة بيكون زي ما شايفين في جزئين، اللي هو الرينال الشرايين اللي بتضخ الدم للنفرون، وفي الشرايين اللي بتاخد الدم النقي وتوزعه لباقي الجسم طبعا، والمستخرج أو الأملاح الزيادة والمية بيبتدي يخرج طبعا، بيعمل كولكتنج في الرينال بلادر وبيخرج من فتحة البول. زي ما شايفين هنا قدامنا طبعا ازاي عملية الاخراج بتتم ازاي. طبعا زي ما قلنا ان بيتم هنا دخول الدم للنفرون، ففي 3 مراحل بتحصل في عملية الاخراج: مرحلة الفلتريشن، ومرحلة الريزوربيشن، ومرحلة السكريشن، تمام. واخر طبعا حاجة عملية الاكسكريشن، عملية الاخراج. اول حاجة بتتم عملية طبعا الفلترة في النفرون، بيتم دخول الدم. طبعا النفرون عامل زي المصفاية، بيتم طبعا اخراج الاملاح الزيادة، يعني النيتروجين الزيادة، الكرياتينين، اللوريك اسيد، كل الاملاح الموجودة الزيادة في الدم عن حاجة الجسم بتبتدي تخرج في طبعا الأنابيب. وأثناء عملية طبعا بيكون في بعض الأملاح اللي ممكن يحتاجها الجسم أو كده، بتروح تدخل اللي هي ريابزوربيشن، إعادة امتصاص ليها مرة أخرى ودخولها في الشرايين. وممكن في بعض الشرايين بيكون في بعض الأملاح لو زيادة بتدخل مباشرة على الأنابيب أو على الأنابيب في النفرون، وتبتدي يتم تجميع طبعا كل السوائل وتطلع مباشرة أو تتجمع في الرينال بلادر وتخرج في فتحة البول. العوامل اللي بتأثر على عملية الإخراج أو الكميات اللي بتطلع أو النسب اللي بتطلع في المية، طبعا بتعتمد على البيئة الموجود فيها الأسماك نفسها. يعني الأسماك اللي بتكون موجودة في بيئة مالحة بتختلف عن الأسماك اللي بتكون موجودة في بيئة مياه عذبة. يعني إزاي؟ يعني تخيل أنت لما يكون سمكة موجودة في مية فيها نسب عالية من الأملاح المختلفة، طبعا أملاح الصوديوم، الكلورايد، النيتروجين، الفوسفورس، كل أنواع الأملاح موجودة فيها مية. طبعا المية بتدخل عن طريق الغذاء، عن طريق التنفس، فبالتالي في نسب عالية من الأملاح بتكون داخلة، فبالتالي طبعا هنا بيكون في نسب عالية من الأملاح، وبالتالي بتحتاج هنا مجهود زيادة في عملية الإخراج لإخراج الأملاح. وطبعا هنا بتقوم العملية الأسموزية بإخراج كل الأملاح الزيادة عن حاجة الجسم لبره طبعا الوسط، فبالتالي هنا بتختلف طبعا الكميات عن لما بيكون في أو الوسط طبعا العذب غير الوسط المالح. طبعا مساحة السطح بتاع الأسماك طبعا بيختلف، الأسماك لما بيكون حجمها كبير بيكون نسبة المية اللي بتدخل الجسم غير الأسماك اللي بيكون حجمها صغير. طبعا النفاذية بتاعت الخياشيم، طبعا زي ما عارفين الخياشيم بتعمل على الامتصاص او في نسب كبيره من الميه بتدخل للخياشيم، والخياشيم بتكون جزء من عمليه الاخراج لانها طبعا بتطلع الميه اثناء عمليات التنفس، فبالتالي في جزء هنا من عمليه الاخراج، فبالتالي هنا بتختلف حسب نفاذيه الخياشيم ونقلها طبعا للأملاح وخروجها عن طريق الخياشيم.
عملية التغذية برضو بتختلف نسبة الأملاح على حسب نوع التغذية والأكل اللي بيتم. طبعا في أكل بيكون فيه نسب طبعا من الأملاح غير دخول كميات من المية، لما بيكون فيه طبعا أسماك في الوسط طبعا بيكون فيه المية المالحة، ففي كمية من المية بتدخل أثناء عملية الغذاء، وبالتالي طبعا ده بيكون المجهود أو الإخراج بتاع الاستخلاص الأملاح هنا بيختلف على حسب نوع الغذاء بتاع الأسماك. الأسموزية، عملية الأسموزية طبعا زي ما عارفين الكدني أصلا بتعتمد أو عملية الإخراج بتعتمد على عملية الأسموزية، وهي عملية تنظيمية لتركيز الأملاح وعملية توازن للأملاح في الخلية وعملية أيضا فقد للمياه. يعني طبعا لما بيكون في الدم في نسب زيادة أو بيكون في نسب زيادة من المياه بيتم إخراجها عن طريق جهاز الإخراج أو عن طريق البول. طبعا عملية الإخراج هنا زي ما شايفين هنا بيتم عملية الأسموزية، التحكم طبعا في نسب الأملاح وخروج الأملاح الزائدة عن حاجة الخلية المارين فيش. عملية الأسموزية بتتم في المياه المالحة، وزي ما قلنا إن في فرق ما بين المياه المالحة والمياه العذبة نظرا لأن البيئة هنا مختلفة. بيئة المياه المالحة بيكون فيها نسب عالية من الأملاح وهي بتكون في وسط ملحي، وأثناء زي ما شايفين كده أثناء عملية الغذاء بيتم دخول الأملاح طبعا عن طريق المية أو عن طريق الغذاء نفسه بيكون بيحتوي على نسب من الأملاح، وبيتم دخول الماء طبعا في نسب عالية من الأملاح إلى الجسم. هنا عملية الأسموزية بتتم من خلال الخياشيم والأجزاء المختلفة من الجسم طبعا نظرا لزيادة الأملاح، فهنا بنشوف إن هي نسب عالية من الأملاح طالعة والمية من الخياشيم، وأيضا بتتم عملية الإخراج عن طريق طبعا بتكون كميات قليلة بتتم عن طريق الكدني بتطلع عن طريق فتحة البول، وده طبعا نظرا عارفين ان هنا في كميات كبيرة داخلة من الأملاح، فبالتالي هنا كل الجسم يساعد وتطلع الكميات الأكبر من الخياشيم والأقل من فتحة في الفريش ووتر. هي بتكون عكس الأسموزية الموجودة في المريض. يعني ازاي؟ زي ما احنا ملاحظين هنا ان كميات الاملاح اللي داخله اثناء الغذاء بتكون قليله مقارنه بكميه الاملاح اللي بتكون في الاسماك اللي بتعيش في المارين. هنا طبعا كميه الميه مقارنه بالاملاح كتيره، فهنا بيحصل في الخياشيم اسموزيه ولكن من الميه الى داخل الجسم، فبتنتقل طبعا هنا تركيز الاملاح بيكون في المياه قليل، فبيدخل تركيز عدد من كمية من الأملاح والمياه عن طريق الخياشيم، وبيكون عملية إخراج من الكدني بتطلع طبعا كمية كبيرة من المياه عن طريق فتحة البول، وكمية أيضا قليلة من الأملاح عن طريق فتحة البول، ولكن الإخراج هنا بيكون عن طريق الكدني فقط، أو العملية الإخراج بيكون عن طريق الكدني، لكن العملية الأسموزية بتتم عن طريق الخياشيم بعملية عكسية من المية إلى داخل الجسم، نظرا طبعا عارفين إن تركيزات الأملاح بتكون قليلة في المية. زي ما شايفين هنا ده طبعا ملخص للعملية اللي بتتم أو عملية الإخراج هنا مقارنة ما بين زي ما اتكلمنا هنا الأسماك اللي بتعيش في المياه العذبة وفي المياه المالحة، وطبعا بتختلف زي ما قلنا حسب طبعا نسب الأملاح، وبتطلع عندي طبعا نسب
كلوريد الصوديوم والنيتروجين، وبيطلعوا عن طريق فتحة البول. هنا طبعا الكميات بتختلف على حسب المكان أو البيئة اللي بيعيش فيها السمك. الكنترول في الأوزموجيليشن طبعا أو التحكم في العملية الأسمزية، إحنا اتكلمنا على في حلقة السابقة على الهرمونات، قلنا إن في عندي أنواع من الهرمونات بتفرز للتحكم في توازن المية وفي العملية الأسمزية، وبالتالي أيضا بيتم التحكم عن طريق المخ، وهو اللي بيتحكم أو هو المايسترو اللي بيتحكم في العملية الأسمزية عن طريق إفراز الهرمونات المنظمة في العملية، طبعا العملية الأسمزية ومن ضمنها الثيرويد جلاند اللي هي بتفرز طبعا الهرمونات أو بتفرز الأدرينالين اللي بيتحكم في العملية الأسمزية. وطبعا كده نكون يعني اتكلمنا على جهاز الإخراج في الأسماك، وعرفنا إن هنا في شبه ما بين جهاز الإخراج في الأسماك وجهاز الإخراج في الإنسان والحيوانات الأخرى، إن هو بيتكون من نفس المكون الكلية والحالبين والورينري رادر اللي هو المثانة، ولكن مع اختلاف في الأملاح اللي بيتم إخراجها في تشابه في بعض العمليات، ولكن في اختلاف في على حسب طبعا الوسط وعلى حسب اختلاف أنواع الأسماك، وفي في تركيب الكدني يكون في الشكل مختلف ولكن في وحدة النفرون واحدة. ومن هنا نكون انتهينا من حلقتنا النهاردة، وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو في أي سؤال ياريت نكتبه في الكومنتات. وفي آخر الحلقة لو عجبتكم الحلقة نعمل لايك، ولو ما عجبتكمش الحلقة نكتب إيه السبب وليه طبعا تحسين في الحلقات القادمة، ولو محتاجين أي أنواع معينة أو حلقات لمواضيع معينة اكتبوا لي في الكومنتات. وشكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وشكرا لحسن الاستماع.